دورة الإنتاج عبر الموبايل. طبعاً بنأخذها لنا تقريباً هذه المحاضرة السادسة. ست محاضرات كانت مكثفة فيها كثير من العلم والاستفادة، خصوصاً إنه إحنا مع مدرب متخصص لديه باع طويل في هذا المجال. تنبع أهمية الدورة من الحاجة إلى استخدام أو عمل مقاطع مصورة لإيصال الفكرة المناسبة. الدورة أكملت مفردات الصحافة والإعلام لدي، وبعض المهارات التي كنت أفقدها كالتمكن من التصوير عبر الموبايل والمونتاج وأخذ اللقطات وزوايا التصوير بشكل مناسب وبطريقة يعني أكثر احترافية. بدأت بالتدريج، يعني بدأت بالمحاضرة النظرية ثم التطبيق العملي من خلال التصوير وتنزيل برامج المونتاج والتطبيق عمليا على الموبايل.